في غرفة تجارة وصناعة الشرقة نظمت هيئة الشرقة للكتابة برنامج تدريب الناشرين والمستمر على مدى 3 أيام، وذلك ضمن استعداداتها لمعرض الشرقة الدولي للكتاب. إلى التفاصيل. قبيل انطلاق فعاليات معرض الشرقة الدولي للكتاب وبمشاركة ناشرين ومختصين في مجال الحقوق والترجمة من مختلف دول العالم، انطلقت النسخة 6 من البرنامج المهني مواعيد المتخصصين، وهي واحدة من استعدادات هيئة الشارقة للكتاب لهذا الحدث الذي يجسد رؤية الشارقة الثقافية والفكرية. معرض الشارقة الدولي للكتاب يوفر منصة مهمة للناشرين. يبتدأ البرنامج من قبل بداية البرنامج بالدورة التدريبية هذه التي تبدأ اليوم. هذه الدورة التدريبية توفر فرصة مميزة للناشرين المشاركين في معرض الشارقة الدولي للكتاب لتطوير صناعة النشر، تجسيدا للدور المهم للناشر العربي والناشر في معرض الشارقة الدولي للكتاب. فقد وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتنظيم دورات للناشرين للارتقاء بصناعة النشر، ليس فقط على مستوى الإمارات وإنما على مستوى العالم العربي. استمرار دور النشر مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المؤثرة في الترويج للكتب وغيرها جوانب طرحت في جلسات البرنامج الذي يعد مكسبا للناشرين ويزيدهم خبرات جديدة. فترة السنتين الماضيتين كانت مهمة لي في التواصل مع قرائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، فهذا جعلهم يتعرفون على شخصي ليس فقط على مؤلفاتي، وهذا بالتالي جعلني أعرف المجتمع بشكل أكبر وما هي المؤلفات التي تناسبهم. لقد شاركنا منذ 2 بهذا البرنامج، والحمد لله استطعنا حقيقة أن نتقدم بخطوات إيجابية وكبيرة جدا في قضية التطور بشراء الحقوق. هيئة شرق الكتاب وجامعة نيويورك بتخلينا دايما أبديتد بالمعلومات الجديدة، بالأشياء الجديدة اللي بتحصل في عالم النشر دوليا، بتقرب ما بين وجهات النظر ما بيننا وما بين الناشرين الدوليين من خلال ان هي بتدينا المعلومات الحديثه دايما اللي بيحصل في قطاع النشر الدولي. وفي اليوم 2 و3 من البرنامج سيحظى خبراء النشر والترجمه بفرصه عقد صفقات بيع وشراء الحقوق التي من شأنها ان تعزز التبادل الثقافي وتضمن وصول الكتاب الى القارئ باعلى جوده وافضل مضمون وفي أي وقت. أكثر من 30 عاما حقق معرض الشارقة الدولي للكتاب نجاحات عالمية، وها هو اليوم قبل انطلاق دورته الجديدة يلتقي بالناشرين لتبادل الأفكار، وخاصة في ظل تنوع وسائل الإعلام الحديث. لأخبار الدار ريم عيسى، الشارقة.